أنا حازم أبو شتة، أنا بدرس بجامعة ألمانية الأردنية، أنا درس هندسة طاقة. اليوم إجينا على مخيم الزعتري مع داري الياسمين. طبعاً أنا داري الياسمين عرفتها من أصدقائي اللي كانوا بألمانيا، لوكا وفليكس، حكولي يعني الإيفنت اللي بسووه كل أسبوعين السبت بمخيم الزعتري. طبعاً بنلعب الأولاد الصغار وبنعلمهم يثقوا بحالهم وتيم ورك. طبعاً أنا بحب أدعم هاي الإيفنت وبحب أحكي لكل حدا إذا بيقدروا ييجوا في الإيفنت هاي ينضموا لها. اسمها داري الياسمين، بروحوا كل أسبوعين على مخيم الزعتري وبساعدوا أولاد صغار، وإذا عندكم أي إشي بتقدروا تقدموا له اسمه داري الياسمين. وشكراً.